حراس الأمن معاناة لا تنتهي مع التأهيل، مع الحوافز، مع المرتبات، ومع الخوف من ضياع مستقبلهم. من المسؤول عن وصولهم إلى هذه الحالة ومن ينقذهم الآن؟ نشوف التقرير. فئة لها دورها المهم في المجتمع، عنصر أمني فعال، حراس الأمن بين ضعف التأهيل وغياب المرجعية. لا زالت هذه الفئة تعاني من النظرة المجتمعية القاصرة تجاههم، إضافة إلى غياب التدريب ليؤدي كل منهم مهامه بكل نجاح، ضعف الرواتب وقلة الدعم أيضا. لا يحملون ضريبة كل ما سبق ذكره، فما يحدث لهم قلل من أهمية مهنة الحراسات الأمنية ودورها المهم كخط أول في حفظ الأمن وسلامة أرواح العاملين ومرتدي المنشآت العامة والخاصة التي يحرسها حراس أمن، كما جعل من هذه المهنة هامشية وأفقدها الهيبة في المجتمع. سنحاول أن نناقش هذا الموضوع من أكثر من جانب لنصل إلى يعني هدف متكامل فيه. الجانب الأول سنتحدث فيه عن تأهيلهم وعن مواجهاتهم للمخاطر وعن إدارة السلامة التي يجب أن يتمتعوا بها، ولذلك ضيفي هنا في الاستوديو مدير إدارة الأنشطة الخطرة في شؤون السلامة في الدفاع المدني العقيد المهندس إبراهيم الغامدي، حياك الله. يا أهلا وسهلا. حياك. أيضا سنحاول أن نتحدث من خلال أحد المختصين في الأمن والسلامة، وهو رجل اقترب كثيرا وتعامل مع هذه الفئة، وهو الأستاذ بندر الجهاني. أستاذ بندر حياك الله. يا هلا. حياك الله. سينضم معنا أيضا عبر الهاتف مدير عام إحدى شركات حراسات الأمن، وهو الأستاذ ناجي الدوسري، للحديث معه عن واجب الشركة أو المشغلة لهؤلاء في الحوافز وفي التأهيل الذي يجب أن يحظوا به. أرحب بضيوفي مجددا هنا في الاستوديو. سعادة العقيد، إذا تحدثنا في البداية على التأهيل ضد المخاطر وإدارة السلامة، اليوم لدى حراس الأمن تشوفها متوفرة ولا غائبة تماما؟ حقيقة التأهيل من الأشياء المهمة اللي دائما نسعى لها، والدفاع المدني دائما يسعى لها في جميع المنشآت، سواء مثلا وزارات أو جهات حكومية أو المنشآت الخاصة، سواء المصانع أو المستشفيات أو خلاف الأشياء هذه. فوجود التدريب، عرف كيف، عامل مهم جدا. دائما الدفاع المدني يسعى إلى توطين هذه المهنة وهذا النشاط في جميع المنشآت على كافة المستويات، لأنه التدريب يعني حقيقة، أو تدريب العامل أو تدريب الموظف أو حارس الأمن أو مسؤول السلامة، عرفت كيف، من ضمن الأشياء اللي بي تقريبا بيخليه يعرف يتعامل مع الحدث ويتعامل مع الإجراءات الموجودة أثناء الحادث أو قبل الحادث. جربتوا تفتحوا خط معهم في هذا الموضوع؟ حقيقة أن الدفاع المدني له دور كبير جدا فيما يخص توطين أو وضع مساعدة الوزارات والجهات الحكومية في إيجاد إدارات سلامة في هذه الوزارات والجهات. حقيقة تنفيذا للائحة الصادرة من سمو وزير الداخلية اللي تسمى لائحة مسؤول المختص بأعمال السلامة والأمن الصناعي في الوزارة المصالح الحكومية والجهات ذات الشخصية المعنوية العامة والمؤسسات، قامت المديرية العامة للدفاع المدني حقيقة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات الحكومية على أساس إيجاد إدارة خاصة في كل وزارة تقوم وتعنى بجميع إجراءات ومتطلبات السلامة في هذه الوزارة، وكذلك كلها دور في توطين أو توطيد هذا القسم في جميع المنشآت وجميع المواقع التابعة له. جميل. تسمح لي بس أربط هذه النقطة مع الأستاذ بندر. الآن طبعا أرحبك مجددا في هلا. إذا الدفاع المدني يوجه الدوائر الحكومية بوضع أنظمة سلامة، هذا يعني أنه اللي سيتولى أنظمة السلامة هم أشخاص ربما من هؤلاء؟ نعم. هو من خلال تعاملك معهم بصراحة. نعم. الآن هل هم معدين كفاية لهذا الموضوع؟ بالنسبة لرجال الأمن اللي يكونوا موجودين، اللي توفرهم الشركات الأمنية الخاصة،
فهنهم غير يعني غالبية ما يكونوا مؤهلين، هم يبحثون عن من قد عمل سابقا في المجال العسكري. وإحنا نتحدث عن موضوع السلامة، السلامة لها متطلبات أخرى، يعني كل موقع يحتاج إلى إجراءات سلامة للموقع وإعداد خطط إخلاء. تعامل رجل الأمن في موقع من المواقع مع خطط الإخلاء، لازم يكون رجل الأمن على دراية بكيف يتعامل مع طفايات الحريق، كيف يخلي الناس، ينقذ الأرواح، كيف يخرجهم من المنشأة لمواقع التجمع الخارجية اللي يحرص عليها دائما انه الدفاع المدني، عشان أنظمة السلامة تكون تعمل في المنشأة بشكل صحيح. كيف يراقب أنظمة السلامة في المنشأة إذا كان فيها تعطل أو مشاكل؟ يعني يجب أن يكون رجال الأمن الموجودين في المواقع أنهم يشيكون على المواقع، يعرفون إيش المشاكل، يعني ما عندهم يكون لا التثقيف الكامل، يعني ما يدري مثلا عمل السموك دكتر أو أنه الدخاني اللي هي الكواشف الدخانية أو الحرارية إيش عملها. فهو لما يكون في الأوقات العادية يجي يطلع على المنشأة ما يعرف هو ايش قاعد يتعامل معاه من انظمه. نعم. فحنا يعني كادارات امن وسلامه المفروض هذه الشركات تؤهل رجل الامن يكون عنده الخبره الكافيه للتعامل والتشييك قبل الكوارث. بندر، انت تعاملت مع رجال حراس الامن مباشره. نعم. يشتكون كثير، وهذه حقيقة. نعم. من ضعف مرتباتهم مثلا كنقطة أولى، كيف تعلق على هذا؟ جدا، يعني كثير من حراس الأمن يكون المستوى متدني جدا، لأنه العقود بين الشركة المشغلة والشركة طالبة الخدمة هنا يكون فيها مشكلة في العقد وضعف، بحيث أنه القيمة المعطاة والقيمة المصروفة لرجل الأمن تكون ضعيفة جدا، يعني ما ينظروا لها النظرة أنه الموقع هذا يحتاج إلى الأمن والسلامة كعامل أساسي ومهم، فيكون العقود ضعيفة، مما يجبر يعني انه إيه بس الظلم سيء. الظلم رقم واحد على مين؟ على الشركة. لحظة، على الشركة اللي بعد اذنك، يعني على الشركة اللي تبغى حارس الامن وبالتالي تعطي مبالغ قليلة، ولا على الشركة المشغلة لحارس الامن؟ الشركة المشغلة هي تطرحها، يعني تدور الشركات، الشركات تاخذها بعقود منخفضة عشان تاخذ العمل. فهنا في يعني ربط بين الشركة طالبة الخدمة ومقدمة الخدمة، انه لازم هذه ترفع عشان هذه أكيد ترفع، يعني هذه اذا اعطتها القيمة متدنية ما يستطيع الشركة الثانية يقدم القيمة العالية. فالاثنين يجون كلهم في النهاية على حارس الامن أو رجل الأمن اللي في الموقع، بحيث أنه يدورون أقل الخبرات ولا يلقون خبرات ولا يلقون. نعم. أي شيء واضح جميل. عقيد، عشان نوازن الكلام في المحاور، مين المسؤول اليوم على موضوع تأهيلهم؟ مسؤولية أولى مباشرة. حقيقة أنا أتكلم عن فيما يخص رجال السلامة الموجودين في نفس المواقع. حقيقة في تنسيق زي ما قلت لك، يعني وذكرت في السابق أنه في تنسيق بين مديرية العامة للدفاع المدني وبين الوزارات هذه لإنشاء الإدارات هذه. الإدارات هذه هي اللي بتقوم بتأهيل جميع الكوادر التابعين في منشآتها، وكذلك هي طالما أن هي جهة مسؤولة عن المنشآت اللي بترخصها، إذن هي بيكون لها دور كبير جدا في تدريب وتأهيل. تتابعون معهم موضوع دربوا وما دربوا أو رجال السلام الموجودين في نفس المواقع؟ تتابعون معهم؟ لا، حقيقة يعني في متابعة وفيه تنسيقات وفي اجتماعات بين المديرية العامة للدفاع المدني وبين هذه الوزارات، على أساس أنه الخروج بحلول كبيرة جدا فيما يخص وضع رجل السلامة في هذه المنشآت، بحيث أنه يقوم بجميع الأعمال الخاصة بالسلامة وكذلك أعمال الإخلاء وأعمال الإنقاذ في حال وجود أي حادث. إحنا الآن بنشوف الآن في تنسيقات مثلا بين وزارة الداخلية مثلا وبين وزارة الصحة فيما يخص مثلا بأن يكون الأشخاص مثلا عاملين في مواقع المواد المشعة أو في المجال الطبي، عرفت كيف؟ بيكون أشخاص مؤهلين بحيث أنه يقوم بالأعمال لتؤهلهم التعامل مع المواد المشعة، وكذلك حماية أنفسهم وحماية الكادر الطبي وحماية المرضى أو الأشخاص المرتادي هذا المواقع. هذه التنظيمات الحمد لله وضعت بطريقة جيدة، والآن تقريبا هناك كوادر متخصصة في هذا المجال. إحنا لما نتكلم الآن فيما يخص مثلا الأسواق أو المراكز التجارية أو الصناعية مثلا، هذه بتهمنا كثير. نعم. في مثلا في مذكره تفاهم بين المديرية العامة للدفاع المدني وهيئة المدن الصناعية، بحيث تقوم هيئة المدن الصناعية بصفتها هي جهة مسؤولة عن تقريبا كل المدن الصناعية بإيجاد إدارات سلامة وتأهيل جميع الكوادر القائمين بعمل السلامة سواء التابعين لها أو التابعين في هذه المنشآت. هذا اللي يهمنا، تأهيل. نعم. آلية التأهيل. نعم. الآن موجودة عند الدفاع المدني ولا موجودة عند هيئة المدن الصناعية؟ آلية التأهيل في تنسيق بين المدير العام للدفاع المدني وهيئة المدن الصناعية على أساس أنه تأهيل هذول الأشخاص. طيب إذا بما يخدم أعمال السلامة وبما يحقق
رفع مستوى السلامة في هذا المشهد. بنرجع لتفاصيل هذا التأهيل، لكني أستأذنكم أني أخذ فاصل ونرجع نكمل قضية. حياكم الله من جديد. الحديث ما زال مستمرا عن حراس الأمن، عن مرتباتهم، تأهيلهم، حوافزهم وما يستحقون. وما زال ضيوفي في الاستديو الأستاذ بندر الجهني والعقيد المهندس إبراهيم الغامدي، أرحب فيكم مجددا. بندر، ببدأ معك بعد الفاصل. إيش الأشياء اللي تشوف الآن أنه لازم تعدل فيما يخص حراس الأمن وتدعم حضورهم ووجودهم؟ اللي يدعم حراس الأمن وحضورهم وتواجدهم وعملهم لازم يكون عندهم محفزات، وتكون رواتبهم بقدر العمل اللي يقدرون يعملون فيه والمهام الموكلة إليهم. يعني نتفق الآن إنه الراتب قليل. الراتب جدا قليل، يعني بالنسبة للأعمال 8 ساعات يؤدونها بين تشيك على مواقع وبوابات ودخول وعمل في الشمس وعمل داخل مواقف وعمل خارج مواقف وأماكن، يعني لو في جهات أخرى ممكن يكون عليها بدل خطر أو بدلات أخرى، فإنه هو يقوم بمهام عالية في المنشأة. يعني ما هو بوظيفة حارس الأمن افتح باب وقفل باب، لا، عنده مهام يشيك على مواقف، يشيك على مواقع، لا صار حريق لا سمح الله لازم يباشره، لازم يخلي الناس. فحارس الأمن إذا ارتاح نفسيا وكان أموره المعيشية والرواتب بشكل جيد، ذاك الوقت احنا لازم نبحث له عن التدريب المناسب. ذاك الوقت نقدر نختار الأشخاص بتدريب مناسب، يقدر التدريب هذا أنه يلبي رغبات العمل في المواقع وعمل الحراسات. في ملف حفتحه معك بعد ما أخذ الاتصال هاتفي، المؤهلات، هذا ضروري جدا. الأستاذ ناجي الدوسري مدير عام إحدى شركات حراسات الأمن ينضم إلي عبر الهاتف. أستاذ ناجي حياك الله في أهلا. الله يسلمكم ونشكركم على استضافتكم. يعني أتمنى أنه يتسع صدرك لسؤالي الأول، من الذي ظلم حراس الأمن؟ شركات أنتم المشغلة ولا الجهات الأخرى اللي تتعاقدوا معها؟ والله يا طويل العمر ما فيها إن شاء الله ظلم، هو فيه بس ترتيب من الشركات ومن جهات المعنية. أي فاحتياج رجل الأمن وهو اللي يقول الحارس أمن، ودينا الثقافة شوي عندنا بعض من الثقافة عندنا يقول حارس أمن ما يتقيد بالأوامر اللي هو يسويها له. ثقافة الناس ولا ثقافة حراس الأمن؟ لا، ثقافة المجتمع. أي يعني يقول لك مثلا حارس الأمن على أحد البوابات في المنشآت أو إدارة حكومية يجي من عند أي مراجع ما ينظر له شيء. فآمل من المجتمع يصير عندهم ثقافة لرجل الأمن، هذا رجل أمن وضع للأمن والتنظيم السير والدخول والخروج. جميل، طيب هذا الكلام راح نوجهه على لسانك وباسمك للمجتمع، انه يا جماعه يعني اعطوا تقدير اكبر لرجل الامن. ايضا المجتمع سيوجه لك مطالبه معينه انه يا مدراء شركات حراس الامن ارفعوا لهم مرتباتهم، اعطوهم حوافز افضل. كلام صحيح. بالنسبه طال عمرك للمشاريع المنافسات سواء قطاع خاص او قطاع حكومي دائما يعملون بالاقل، فيقول لك انا ودي انك المنشاه أيوة. تجيب لي حراس امن او رجال امن ب3000 ريال. رجل الامن الان يشتغل 8 ساعات طيب متواصله، يعني 3000 و4000 و5000، يعني 5000 اشوف انها كويسه له، 5000 يعني مجديه، لان طالما تتعرض اول شيء تتعرض مخاطر. ما في 5000، مين اللي ياخذ 5000؟ عندنا ناس ياخذون 5000. كم نسبتهم من الكل؟ يعني اظن انهم يتجاوزون 10% يمكن. ان عندنا طال عمرك اقل الحارس عندنا امن 4500 وكذلك المشرفين 5500، وهذا شيء معروف عندنا وممكن اطلعكم عليه. طيب الان انت مقتنع بانه حراس الامن لازم تزيد مرتباتهم ولا ما انت مقتنع؟ لا مقتنع طال عمرك، لان طيب. رجل الامن يعتبر هو الكل في الكل. حلو، اول شيء حامي المنشاه اللي هو فيها. أيه؟ وكذلك طال عمرك اللي هو يسوي المسح الميداني للموقع، الحرائق لو سمح الله، كل شيء يتطلب عند رجل الأمن. كذلك السرقات، السطو، لازم رجل الأمن يكون واعي.
طيب مين المسؤول عن هذه الزيادة الآن؟ أنت مقتنع أنه راتبه لازم يزيد، مين المسؤول؟ والله المسؤول طال عمرك الجهات العليا هي اللي توجه في هذا الكلام. الحين الشركات اللي أنتوا تتعاقدوا معها ليش تطلب منكم مرتبات قليلة لهم؟ ليش؟ هو طال عمرك بالنسبة لهذا نظام منافسات يقول لك أقل شركة أنا بأخذها، يعني أنا مستفيد. مثلا طال عمرك أنا أبغى رجل الأمن 3500، هو يشترط عليك كذا. اي نعم، يقول لك انا باخذ الشركه اللي قدمت المنافسه اقل منك، فانا ما يعني ما اقدر اوفر لي حراس امن مميزين. يعني لازم يجي رجل امن واليوم يطلع ويجي اللي بعده ويطلع الثاني ويطلع الثالث بسبب قله الراتب. طيب يعني ما فيه استقرار وظيفي. طيب في مطالبه من رجال الامن ومن كثير منهم، ويمكن بسبب هذه المطالبات كثير منهم اعتذروا عن الظهور خوفا على مستقبلهم، يقولون أنه أغلب مدراء حراس شركات الأمن يتعاملون معهم بشيء كبير من التسلط والتهديد اللي ممكن يخسرهم مستقبلهم لو تكلموا معهم حول رفع راتب، حول بدلات، حول حوافز، حول أي شيء آخر. هذا غير صحيح طال عمرك. أما بالنسبة غير صحيح بالنسبة لك ولا لكل مدراء الشركات؟ والله أنا أتكلم عن نفسي، أنا غير صحيح ولا صارت عندي هذه الطريقة. فالشركات ما راح يقدر يزيد الحارس الأمن بسبب عقد موحد. يعني المفروض العقد السنة هذه بمبلغ معين عشان أنا أقدر أزيد حارس الأمن، مضى عندي سنة. السنة الثانية كذلك يصير فيه زيادة للعقد. السنة الثالثة عشان هو رجل الأمن يوصل المتد من الراتب 7000 ريال 8000 ريال حسب وظيفته. ومش يا أستاذ ناجي، أستاذ ناجي، ما في حارس أمن موجود في السعودية يستلم 8000. أنا أقول إن شاء الله أنا أبغى يستلم إن شاء الله. أنت تطمح إلى أنه يستلم هذا المبلغ؟ نعم، بوقفكم جنبنا إن شاء الله. ويا ليت احنا والله لو الود ودنا تكون مرتباتهم حتى اعلى من كذا، لانه هذول الناس جالسين يعانون بشكل كبير جدا. قبل ما اقفل معك تكلمنا مع العقيد ابراهيم الغامدي في الاستديو على فكره تاهيل حراس الامن على اداره المخاطر والسلامه. ايش دوركم كشركه في هذا الموضوع؟ ان دورنا طال عمرك بالنسبه لنا اجتهاد منا ندربهم على الامن والسلامه وكيف التعامل مع الحرائق، كذلك السطو لو سمح الله، ان ندربهم من عندنا ان بس يعني هذا ما هو موجود، هذا ما هو موجود في الواقع. حراس الامن غير مؤهلين، غير، وهو المفروض ان يوضع لهم آلية اسمها تدريب الحراسات المدنية الخاصة، معاهد، يعني المفروض في معاهد مختصة في هذا الاختصاص. طيب أنا أشكر لك حضورك معنا هاتفيا الأستاذ ناجي الدوسري، شكرا جزيلا لهذا الحضور، وأظن حديث الأستاذ ناجي سيثير كثير من الأسئلة أبا أتحاور فيها مع ضيوفي بعد الفاصل. حياكم الله في أهل الحديث، ما زال مستمرا عن حراس الأمن، وضيوفي في الاستديو العقيد المهندس إبراهيم الغامدي والأستاذ بندر الجهني المختص في الأمن والسلامة. عقيد أخذ رأيك في كل ما سمعته، سواء من مدير الشركة أو من بندر أو من الموضوع ككل، إيش تعلق عليه؟ حقيقة فيما يخص الرواتب، أنا أتمنى من الشركات أنه تبحث الرواتب هذه، عرفت كيف؟ والأشخاص دولة أو حراس الأمن يعني منا فينا حقيقة، ولازم تقدر يعني وضعهم، عرف كيف، وترفع رواتبهم بما يعني يستحقوا حقيقة، وبما يقوموا ويؤدوا دورهم فيما يخص حراسة هذه المواقع المهمة، وكذلك القيام ببعض الأعمال أو بعض الجوانب الخاصة بالسلامة، وهذا حقيقة بيرفع مستوى الأمن والسلامة في هذه المواقع، وكذلك يشجعهم بالاستمرار في هذه الأعمال. جميل، استمرارا للحديث عن إلزامكم بوجود في أمر بوجود أماكن للسلامة. اي نعم، فيما يخص حقيقة يعني في أمر سامي كريم صدر من سيدي خادم الحرمين الشريفين الله يحفظه، بخصوص أنه يعني عند تنفيذ المشاريع لابد من تطبيق جميع إجراءات ومتطلبات السلامة، سواء في المشاريع الجديدة القائمة، وعدم أخذ أي مستحقات حتى
يعني تطبق هذه الإجراءات، وهذا حقيقة بيرفع مستوى السلامة. عدم أخذ أي مستحقات. أي مستحقات إلا بعد التأكد من توفر جميع الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة في هذا المواقع. إضافة إلى المواقع الجديدة لابد من وضع خطة أو خطة عمل بحيث يضمن تطبيق إجراءات ومتطلبات السلامة سواء قبل البدء في المشروع أو أثناء المشروع وبعد تسليم ممتاز. المشروع. هذا مهم جدا. اللي ما يطبق أكيد إنه مخالف، ولا تصرف له المستحقات حسب ما ورد في الأمر السامي الكريم. ممتاز. حقيقة هذا بيرفع مستوى السلامة سواء في هذا المشروع. لا وبيفتح عمل. أفق كبيرة جدا، عرف كيف، وبيفك أعمال حقيقة. وهذا يعني تحقيق رؤية المملكة الحمد لله 2030، وهذا حقيقة مطلب لجميع الجهات وداعم لجميع الجهات والوزارات الحكومية وداعم كذلك الدفاع المدني في تحقيق رؤيته وتطلعاته في تطبيق إجراءات متطلبات السلامة في جميع المنشآت سواء الحكومية أو الأهلية. جميل جدا. معي وقت قصير بأخذ منك إجابتين. الأولى، المؤهلات اللي عند حراس الأمن وش هي أو إيش المطلوب فيها؟ المؤهلات اللي مطلوب حسب كتيب الحراسات الأمنية الصادر من وزارة الداخلية عام 1426 أنه حارس الأمن يكون يحمل الشهادة الابتدائية كحد أدنى والمشرف المتوسطة كحد أدنى. فهنا عندنا المشكلة أنه مؤهلاته مو على قدر من العمل اللي يؤديه. إذا كان هو مثل ما تفضل سيادة العقيد أنه بيراقب الشركة المقاول، فكيف واحد مثلا مؤهلاته دنيا يقابل يقدر يشوف مهندسين ويقيمهم ويقدر يعطي تقارير صحيحة عن مهندسين وأعمال فنية؟ طيب إيش المؤهلات الموجودة اليوم؟ في مؤهلات عالية؟ في عندنا في بعض الموجودين عندنا يعملون كحراس أمن جامعيين، بعضهم مهندسين وبعضهم يكون يدرس في الجامعة لكن يلتحق كرجل أمن عشان يقدر يوفق في عمله ويعمل كرجل أمن في مواقع. والله أنا أتمنى كل الأشياء اللي قلتها وكشفتها أنها توصل وأنه يصير في تغيير حقيقي. بندر الجهني، أنا أشكر حضورك معنا، أشكر آرائك وصراحتك معنا، شكرا جزيلا. العقيد إبراهيم الغامدي، شكرا جزيلا لحضورك معنا في أهلا. أيضا الشكر موصول إلى الأستاذ ناجي الدوسري اللي كان معنا هاتفيا وهو مدير عام إحدى الشركات التي تشغل حراس الأمن وتكون واقفة على تشغيلهم، وقال نقاط مهمة فيما يختص بمرتباتهم. أتمنى أن كل هذه الأصوات توصل إلى الجهات المسؤولة عن دعم حراس الأمن وأن يجدوا فعلا دعما ماديا ومعنويا واجتماعيا يليق بعملهم وبمكانتهم ويؤمن لهم مستقبلهم. إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقة هذا المساء من يا هلا. شكرا لمتابعتكم، غدا يتجدد معكم يا هلا ليوصل صوتكم ويحكي همومكم ويفتح نافذة أمل. إلى اللقاء.